أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي. السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ اموركم كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وتضغطوا كذلك على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد للقناه، ولا عجبكم فيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده. اليوم ان شاء الله البنات جيتكم فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم جبت لكم اربعه تشكيلات ديال الحلوه بارده يعني بلا فران، كيجيو رائعين، مكوناتهم بسيطه 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 بزاف يعني حتى هما غير الا ما بغيتوش تجربوهم مكوناتهم بسيطه. فتقريبا ثلاثه تشكيلات ديال الحلوه غادي نوجدوهم بثلاثه ديال المكونات، وشكيل واحد غادي نوجدوه فقط بجوج ديال المكونات. فخليكم معايا البنات باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه البنات للشكل الاول ديال الحلوه اللي هي بدون فرن، فصراحه كتجي زوينه 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 بزاف، كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. فصراحه انا كنت طقتها عند بنت خالتي، خطيره 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 البنات. المهم مكونات انا درت هنايا غير كميه اللي هي قليله، وبالنسبه لكم نتوما الا بغيتوا تضاعفوا الكميه ممكن انكم تضاعفوا الكميه. فهنايا البنات عندي 250 غرام ديال الشوكولات، 250 غرام ما يعادل ربع ديال الشوكولات الابيض. عندي هنايا 125 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر، انا خديت الكاوكاو داك الغليظ بلا قشره، حمرته في الفران وطحنته. ها هو نتوما كيف ما كتشوفوا راه معلق مطحون مزيان. 125 غرام ما يعادل نص رابعه. وعندي هنايا باكيه ديال صابلي، صابلي داك ديال الكوك هو هذا، باكيه ديال جوج دراهم يمكن ولا مع 50 ريال. هذه هي اللي درت حتى هي طحنتها، يعني هذه كتوزن 100 غرام البنات. صافي البنات، فاول حاجه غادي نديرها غناخذ هاد الشوكولات غادي نذوبو في حمام مريم. انا درته البنات هنايا في حمام مائي صافي، وغادي نبقى كنحرك فيه حتى كيذوب ليا. المهم البنات الشوكولات انتما كيف ما كتشوفوها هو داب، غادي نزيد ليه الكاوكاو كما قلت لكم 125 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون هكا منين. غادي نبقى كنخلط مزيان حتى كينسجم ليا الشوكولات مع الكاوكاو. انتما البنات انا بقيت كنخلط فيه حتى نسجم ليا الشوكولات مع الكاوكاو، يعني كنحاولوا اننا ما نخليوش فيه دوك الكويرات هكا ديال الكاوكاو. وغادي نزيد 100 غرام ديال البسكوي مطحون، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال البسكوي عندكم. فانا درت صابلي اللي هو بالكوك كيجي حتى هو زوين، عندكم ماريا ديروه، عندكم هنريس ديروه. صافي غادي نخلط حتى كينسجم ليا هادشي كامل مع بعضياته. وهنايا البنات عندي لاغوم ديال القهوه اللي كتبقى اختياريه البنات، الا ما عندكمش فممكن انكم ما ديروهاش، انا غادي ندير غير شويه انتوما، يا اما لاغوم ديال القهوه، لاغوم ديال الكراميل، لاغوم ديال الناطا، البسكوي، يعني اللي عندكم اللي عندكم تقدروا ديروه، الا ما عندكمش كاع ماشي مشكل، ماشي ضروري زعما. صافي انا غادي نبقى كنخلط هادشي كامل مزيان مع بعضياته حتى كينسجم ليا داك الشكلاط مع الكاوكاو والبسكوي. صافي البنات انا راني خلطته انتوما، وراه ما كيتجمع عليكم شويه ولكن كيبقى هكا صيح، ماشي صيح بزاف وماشي مجموع بزاف انتوما. الا شفتوا الخليط ديالكم يعني بحال تقال لكم ولا عقد لكم، غادي تهزوه وديروه في كاسرونه وتعاودوا ديروه في حمام مائي حتى كيذوب. انا غادي نحيد هاد الكاسرونه صافي، وغادي ناخذ سيليكون. البنات ديروا اي نوع سيليكون عندكم، انا عندي هذا ديروا عرفتوا هذا نعاود لكم قصته، هذا راه كان كبير يعني كان هكا طويل، وكنت خديته انا وواحد صاحبتي
اقسمناه خدينا على وديت واحد الحلوى اقسمناه. المهم زكيه ها هو السيليكون راه باقي عندي. صافي البنات راه دابا غادي ان شاء الله نبدا كنعمر، ناخذ واحد المعلقه صغيره سمحوا لينا وغادي نبدا كنعمر. بالنسبه كما قلت لكم ديروا نتوما اي نوع السيليكون عندكم غادي تديروه. صافي انا غادي نعمر، يعني غنبقى كنعمر وندخل هذه الكميه حتى كتجمد وعاد نجبدها نديمو ليها ونعاود نعمرو لحقاش عندي غير هذا. المهم انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. المهم البنات ها هو الشكلاط ديالي خرجته من المجمد. هانتوما كيفاش كيجي، غادي نديمو ليه كامل من المول. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه ونولي نعاود نعمرو. صافي ندخلو الثلاجه حتى نكمل كمية كاملة اللي عندي وندوزو ان شاء الله باش نشوفو الشكل الثاني ديال الحلوة الثانية اللي غادي نوجد معاكم ان شاء الله حتى هي بدون فرن. وبالنسبة لهاد الشكية الاول راه كيف ما شفتو يعني ثلاثة ديال المكونات، غادي نقدو نوجدو هكا حليوة اللي هي زوينة وكتجي في المذاق ديالها زوينة بزاف. بالنسبة لبنات التزيين ديالهم غادي نعمرهم يا اما عمروهم نتوما يا اما بالكراميل يا اما بالشوكولا. انا نقدر ندير النص هكا والنص هكا. بالنسبة للكراميل راه هذا هو اللي كنت حضرت معكم في الفيديو ديال الصابلي اللي صايبت معكم بالكراميل والصابلي اللي صايبت معكم بالقهوة والشوكولا. بالنسبة لبنات الشكل الثاني او الحليوة الثانية اللي هي بجوج ديال المكونات سهلة مهلة وكتجي بنينه 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 بزاف اللي هي الشوكولا. غادي نحتاج ليها في المكونات شوكولا يعني الشوكولات الاسود، وغادي نحتاج الكونفليكس. انا درت هذا، هذه البنات راه فيها 150 غرام بالثمن ديالها يمكن كناخذها من بين بشي 8 ديال الدراهم 160 البنات. وهنايا الشوكولات تقريبا عندي واحد 100 غرام ديال الشوكولات يعني كيبقى هنايا على حساب نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. انا هنا هذه راني يلاه حليتها غير دابا. غادي نزيد كونفليكس، كتزيدوا نتوما عينكم ميزانكم يعني كتبقاو كتزيدوا في الكونفليكس وكتخلطوا مع الشوكولات. غادي نوريكم كيفاش خاصكم تحصلوا على الخليط. مازال غادي نزيد الشكلاط. صافي كنولي كنعمر به القويعطات غنديرهم ان شاء الله في الثلاجه باش يبردوا. يعني ساهله ومكوناتها بساطين بزاف البنات وكتخرج كميه كثيره. ملاحظة البنات بالنسبة للشكلاط اللي دوبت، راني دوبته في حمام مائي وما درت ليه لا زيت لا حليب لا زبدة لا حتى شي حاجة، يعني غير الشكلاط بوحديته. خصكم الا بغيتو هكا الشكلاط يبقى قابط ليكم يعني يجمد ليكم ما خصكم تزيدوا ليه حتى شي حاجة. اما لا زدتوا ليه الزبدة ولا الحليب ولا الزيت راه ما تيبغيش يجمد ليكم البنات. صافي انا غادي نولي كنعمر كويغطاس ديالي بهذا الشكل هذا. كويغطات ديروا البنات اللي عندكم هاد الطوال ديروهم، عندكم دوك اللي دايرين ديروهم. صافي انا غادي ندير غير هادو هما اللي عندي طوال هانتوما. صافي وغادي نحط هنايا you
بالنسبه للبنات الشكل الثالث اللي غادي ندير معاكم، فاول حاجه غادي ندوزو باش نوجدو الشكلاط. غادي نحتاج لهاد الموتيف هذا ديال الشكلاط ديال البلاستيك. راه هادو الاثمنه ديالهم بخمسة ديال الدراهم، تقدروا ديروا اي نوع عندكم. انا عندي هذا مدور، راه كيكونوا هكا في اشكال، سواء عندكم المدور ديروه، سواء عندكم كاري ديروه. هاد الحلوه هذه كتجي فيهم بجوج. انا هنا عندي شويه ديال الشكلاط الابيض دوبته، غادي ناخده وغادي نعمر به ان شاء الله. هاد الموتيف ديال الشكلاط ندخلو ان شاء الله الثلاجه او المجمد حتى كيجمد، وعاد ندوزو ان شاء الله نوجدو الحليوه ديالنا. بالنسبه للحليوه الثالثه البنات، عندي هنايا كاوكاو مهرمش، ها هو. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكاوكاو، يعني اللي بغيتو. انا هنا الكاوكاو راه عندي مقشر ومحمر كيف ما شفتوا. يعني الحليوات اللي درت معكم البنات اليوم كلهم كلهم يعني مخدومين غير بالكاوكاو والشكلاط، يعني ساهلين مكوناتهم تقريبا ما كيفوتوش هكا ثلاثه. هنايا البنات عندي كراميل اللي مصيبه بالعسل البنات، يعني كاس ديال العسل كنديرو في كاسرونه حتى كيغلى، وكندير عليه 12 شكلاطه صافي البنات. ولا بغيتوه يجيكم ثقيل بزاف كديروا ليه معلقه ديال الجليكوز. انا هذا راني كان ثقيل، ما درت ليه لا جليكوز لا حتى شي حاجه، لحقاش اصلا عندي العسل ديجا ثقيل، يعني العسل اللي كنت وجدت معكم نيت في القناه ديال سميتو ديال الشباكيه. صافي هنايا البنات غادي ندير الكراميل. تقدروا ديروا الكراميل يعني منزلي، تقدروا ديروا كراميل هكا مصيبينه في الدار، تقدروا ديروا البنات جمعوا غير بالعسل يعني اللي عندكم. بما انني انا عندي العسل ما يعني صيبتو، يعني صيبت كراميل في الدار. غادي نبقى هكا كنخلط في داك الكاوكاو مزيان حتى كينسجم ليا مع الكراميل. ما عرفتش واش باقي سخون. صافي انا غادي نجمع بيديا، من الاحسن باش هكا كنقدو نتحكمو فيه. صافي غادي نحاول انني نجمعو بيديا مزيان، وعاد غادي ندوزو باش غادي نشكلو ان شاء الله كويرات. صافي البنات هنايا الشكلاط ديالي ها هو راه جمد، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا في هذه المرحله اصلا يدينا تكون شويه خفيفه. المهم انا غادي نوريكم هاد الجوج، غادي نولي كناخد كميه من هنايا شكلها هكايا كبيره. الا شفتوها هكا كتلصق لكم في يديكم، غادي ديروا شويه ديال الزيت. غادي نحط الشكلاطه هكا، وغادي ندير الاخرى فوق منها. صافي البنات الطريقه اللي هي ساهله وزوينه. انتوما كيفاش كتجي؟ كتجي زوينه، ومازال ان شاء الله غادي نزينوها. غادي نوريكم حيده اخرى. صافي البنات انا غادي نكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. بالنسبه للتزيين ديال هاد الشكل هذا اللي صايبت معاكم، عندي هنايا هاد الموتيف هذا ديال الشكلاط اللي فيه هاد الشكل ديال الوريدات صغيورين. درت هنايا شويه ديال الشوكولا الاسود، ها هي ديك الوريده. صافي وغادي نولي كناخد حلوه وكنحط فوق منها هاد الوريده. شفتيو كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. صافي البنات انا غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نحطها ونحط فوق منها الوريده.
بالنسبة للبنات، الشكل الرابع والأخير غادي نحتاج ليه الشكلات الأسود. ها هو يعني مذوبة هنايا كما قلت لكم، الشكلاط راه ما كنزيد ليه حتى شي حاجة. وغادي نحتاج لهاد السيليكون هذا، انا عندي هذا ديال الشهدة، غادي نعمر غير هاد البليصات اللي فيهم الشهدة، ما نعمرش البلاصة اللي فيها النحيلات. نتوما ديروا اي سيليكون عندكم. فكنت صراحة غندير لكم في هذا الساعة، قلت انا درت لكم الشكل الاول هنايا، صافي غادي نبدل لكم. غادي ندير معلقة ديال الشكلاط وغادي ندخلو المجمد حتى كيبرد. وبالنسبة للحشوة اللي غادي ندير ليه، اللي هي الحشوة اللي درت معاكم دابا ديال الكاوكاو مخلط مع الكراميل. نتوما ديرو كاوكاو هكا مخلط، يا اما كراميل يا اما العسل، يعني اللي بغيتو. فانا بقى لي هاد الشكلاط، باقي عندي الكاوكاو، قلت علاش لا ما نزيدكمش هاد الشكل الرابع هكا باش حتى نتوما تاخذوا افكار. صافي البنات، بعد ما جمد ليا ها نتوما كيف ما كتشوفوا، غادي نولي كناخد شويه ديال الكاوكاو اللي هو مخلط مع الكراميل، وغادي نحطو بهذا الشكل فوق من الشكلاط. فهي صراحه حليوة سهلة وكتجي زوينة بزاف البنات. صافي انا غنكمل بنفس الطريقة وندخلهم ان شاء الله للمجمد. انا مفزق يدي شوية بالماء باش هكا نقدر نهزو ونقدر نتحكم فيه. انتما كيف ما شفتو يعني ما كيبقى لا كيلصق لكم لا حتى شي حاجة. صافي كما قلت لكم، انا غادي ندخلو المجمد حتى كيقبط في راسو مزيان. صافي وكنديمو ليه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو الشكيلات كاملين اللي وجدت معكم اليوم. وهادو هما الشكيلات اللي وجدت معكم البنات اليوم. كنتمنى ان شاء الله هاد الاقتراحات اللي عطيتكم ينالوا الاعجاب ديالكم، فصراحه كيجيو راقيين لا في الشكل ديالهم والبطق ديالهم، راه ما نعاود لكمش عليه، كيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله الاقتراحات ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على حسن المتابعه، وكنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باي باي، سلامه. كيف نبقى حيار وانتي مثليا رفيع الغزال فاطمه.